معنا الأخت آسيا من إيطاليا. أخت آسيا تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله أخي طارق. الله يجزيكم الله. بألف خير على هذا البرنامج القيم. يا أخي طارق، عايزة أسأل حضرتك الشيخ. نعم. عن سؤال أختي، كانت متزوجة وتوفي زوجها وهي في العدة، بتروح تبات عند أختي لأنها لوحدها، هل يمكن لها أن تفعل ذلك في العدة، أن تخرج وتبات في دار أختي؟ هل يجوز لها هذا؟ هل الدار؟ وبطلب من حضرة الشيخ الفاضل أنه يدعي للبنات ويدعي لنا جميعا، لبناتي بالهدايا والزوج الصالح إن شاء الله. ولنا جميعا. طيب أخت آسيا، وجزاكم الله بألف خير على هذا البرنامج الخير. جزاك الله خير. أخت آسيا خليكي معنا عشان الشيخ لو عايز يسألك على شيء. مولانا الأخت آسيا بتقول إن لها أخت يعني في مرحلة العدة، فهل يجوز لها إنها تبات عند أختها ولا لا؟ السؤال، هل لا يوجد معها أحد؟ يعني ليس لها أولاد؟ أخت آسيا؟ لعله. نعم. هل الأخت اللي نعم. هل لها أولاد أو معها أحد؟ نعم، معها أولاد، ولكن أحيانا ولدها يأخذ زوجته ويروح على بيتهم ويتركوها لوحدها. يعني هي كبيرة في السن؟ هي عندها 60 سنة. 60 سنة. نعم تمام. تفضل مولانا. على كل حال، يعني ننتهز هذه الفرصة وندعو الله سبحانه وتعالى لزوج أختنا، أختنا آسيا، ندعو الله سبحانه وتعالى له بأن يعني إيه يتقبل الله تعالى في الصالحين ويرفع درجته في عليين وسائر موتى المسلمين في علم الله عز وجل. هذه واحدة. الثانية، الأصل أن المرأة التي يبلغها نعي زوجها أن تمكث في بيت الزوجية فترة العدة. أي نعم. وطبعا العدة، يعني عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى في سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، تمكث في بيت الزوجية. لكن إذا كان بيت الزوجية غير آمن ولا يوجد معها يعني من يعني إيه يعني من بسببه يحصل لها الأمن معه، ليس لها أولاد، أو أولادها مشغولون، أو أولادها مثلا موظفون ويغيبون عن البيت، وتكون بمفردها في البيت وتكون في غير مأمن، لها أن تنتقل في هذه الفترة لكي يحصل لها الأمن، ولكي لا تتعرض لأي مخاطر، ولكي لا تتعرض لأي أذى. الأصل المكوث في بيت الزوجية فترة عدة من باب الوفاء ومن باب يعني إيه العرفان بالجميل وهكذا. لكن كما قلنا، إذا كانت هناك محاذير لا يوجد معها من يؤمنها، ويوجد مخاطر ويوجد أضرار قد تتعرض لها بسبب إقامتها بمفردها، لا بأس من أن تنتقل إلى بيت أختها لهذه الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات نظرا لهذه القاعدة الشرعية، تنتقل إن شاء الله سبحانه.